احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال ومش هنسمح ان حد يمس الصومال. وانا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، محدش يجرب مصر، محدش يجرب مصر. بالمناسبة أنا عايز أقول لينا كلنا إن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية، ولها يعني لها حقوق في وطبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها. وإحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حاجة، إحنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة. إحنا مش هنسمح إن حد يهدد الصومال ومش هنسمح إن حد يمس الصومال. وانا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، محدش يجرب مصر، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد اشقائها.